مع الجوج مشات للمدرسه، خرجت من الدار مشات للمدرسه مع الجوج. مع الجوج دوزات الفروض ديالها، عطاونا خبر المدير باللي دوزاته من 4 ل 5 اخر فرض عندها، وراه لينا المدير. من الخمسه ما بقاتش بانت، حنا تسنينا حتى لسته، سته ونص، سبعه، ما بقاتش بانت. مشينا درنا الديكلاراسيون، مشينا للدائره هنايا، قالوا لنا راه نسدوا، طلعنا للسونترال درنا الديكلاراسيون ومشينا. تنتسناو هيا تجي هيا تجي، هو يجينا شي خبر من السلطات، ما جانا حتى حاجه. انا تنطلب بنتي الا شافتني فين ما كانت تجي، واللي شافها يشدها، واللي شافها يبلغ علينا شي تبلغ صحيح ما يكذبش علينا. انا تنطلب من الله ومن المليك ومن الحموش يعاونونا ويحسوا بيا، رانا ام، يحسوا بيا، راه بنتي تخطبات ماشي مشات. انا بغيتهم يعاونوني، يعاونوني على بنيتي، راه مشات باقا صغيره ما عرفت حراميات ما والو. انا بنت هاد الحياه وعارفه بلي شحال من وحده كيطرى لها شحال من مشكل وفي الاخر تيتفك، ولكن هاد الدريه بالضبط اللي مشكله هو اللي برهن انا ان هذا المشكل بالضبط ديال الدريه هو اللي انها انتشر في العمارات، حيت اي وحده تتمشي وتترجع في الاخر تيرجعوا على ايام تسكت وتيسكتوا. الدريه بوحدها اللي طولت ولا قادر تفرش بان راه كاين هاد المشكل في العمارات. داكشي علاش كنقول انا بلي الدريه بوحدها هي اللي كانت زعما مادام انها بنادم ما رداش من ايام ولا شوف شحال، الا كانت فري مخطوفه راه خاصها فري تلقى، حيت لا هي ولا غيرها الا سكتوا على وتيلي على الدريه راه النص ديال البنات ماشي زعما ابار الكارتي ديال الحي النص، كنجبو ان الدريه ديال المغرب كامل غيمشيو. نطلبوا من السي الحموش يعاوننا ويوقف معانا، حيت هاد البنت ما هربات ما حتى شي حاجه، هاد البنت الله العالم بها، دوزات الفرض ديالها عاد مشات، كون غتمشي غدي تليفونها غدي الفلوس غدي شي حاجه، البنت جات دوزات الفرض عاد مشات. وكنطلبوا من السي الحموش يوقف معانا والسلطات يوقفوا معانا باش نقلبوا عليها، الله يسهل عليكم. درنا الديكلاراسيون، مشينا درنا التصاور ديالها، مشينا تنقلبوا عليها روسنا، مشينا للشيكا قالوا لنا راه في الشيكا، جانا واحد اتصال قالوا لنا راه في الشيكا، مشينا للشيكا ما لقيناهاش، كل واحد وفين كينعت لينا. شويه عيط لنا واحد السيد قال لك راه شادينهم جوج بالماس، راه غاديين بهم جيت الغابه، مشينا قلبنا الغابه كامله، الناس كيقولوا لنا ما عرفنا هذا الشيء واش صحيح ولا كذوب، المهم اللي قالوها لينا كنمشيو ليها. مشينا للشيكا قلبناها كامله، مشينا للغابه، مشينا لدوار الصاد، مشينا لكل شيء، شويه عيطوا لنا قال لك راه في جامايكا، جامايكا درنا زنقه بزنقه ما لقينا حتى معلومه عليهم، عيطوا لنا شي ناس قالوا لنا راه بن سليمان، مشينا لبن سليمان يومين حنا فيه ما سمعنا عليهم حتى حاجه. البارح درنا وقفه حدا السلطات وعاد دابا سمعناهم وقيلا راه تيديروا الاجراءات ديالهم، ما عرفناش بالضبط شنو كاين، باقا ما جاتنا حتى خبر عليهم، ولكن حنا بغينا من المسؤولين يعاونونا. جيهان كيقولوا بان الدريه جيهان ظريفه بنت دارهم ما تتخرج كتحفظ تجيب النقط الاولين يعني في القسم، يعني ماشي ديالها شي حاجه ديال انها تهرب ولا انها ديال شي واحد يعني تمشات بخاطرها ولا شي حاجه. هذا المشكل كيتعرض ما مره ما جوج، حنا بغينا حتى الناس يتعاونوا معنا، اللي شافها يعيط لنا ولا يشدها عنده، كيعيطوا لوالديها مساكن كيمشيو حتى لمراكش حتى شي بلاصه ما كيلقاو والو غير الكذوب، حنا بغيناهم يشدوها لينا يدوها للسلطه ولا للبوليس يخليوها عندهم حتى نجيو، بغينا حتى الكاميرات اللي هنا في العماره ولادي يردوا معنا، ربما تكون دازت ولا بات شي عماره ولادي، حتى هذه المنطقه هنا حدا المدرسه كلها كاميرات. تنطلب الله ومن المليك ومن الحموش يعاونونا ويحسوا بيا، رانا عم يحسوا بيا، راه بنتي تخطفات ماشي مشات، راه تخطفات وراه كاع البنات يطرى لهم مطرى لبنتي، راه خاص هذا الشيء يوقف، ما يبقاش جاري في العمارات. علاش كيتخطفوا البنات باقيين صغارات وقصيرات؟ ما خاصهمش يتخطفوا، ما خاصهم الشرطه تقوم بشغلها، ما خاصهمش يتخطفوا، كاع البنات صغارات راه صعيب عليهم هذا الشيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.